وكان أمر الله ما كان على النبي من حرج فيما ابتدع الله له سنة الله وكان أمر الله قدرا محظورا الذين يؤمنون برسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله يا جماعة ما كان محمد أبا أحد من عباده ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله شكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهو الذي يصلي عليكم وملائكته يهدون وكان في المؤمنين رحيما تحياتهم يوم القيامة والسلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
دمنا. سعيدة ولدك بدري برا بيرن عليكم بيرن عليكم بس صلى الله عليه وسلم.